الحب للقرآن رائدنا وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. أحبتنا الكرام مستمعي ومشاهدي قناة طيبة الفضائية وإذاعتها، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حق التلاوة. يتجدد اللقاء بنا وإياكم أحبتنا على مائدة القرآن، نتلوه ونتدارسه ونقف عند أحكام التلاوة والمعاني فيه، نستظل بظلاله الوارفة ونستقي من معينه الذي لا ينضب. آيات هذه الحلقة أحبتنا الكرام، ما زلنا في سورة الشورى، والآيات من الآية 16 إلى الآية 22، ونجد هذه الآيات في صفحة 485. إذن نبدأ بحول الله وقوته بتلاوة هذه الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. إذن أحبتنا الكرام، هذه الآيات المباركات هي آيات هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. كما يسعدنا أحبتنا أن تشاركون الحلقة، نستمع إلى قراءاتكم وأن تعرضوا تلاواتكم عبر رقمي التواصل 0183 40 77 77، والرقم الثاني 0183 43 87 99.
مضى معنا الحديث أحبتنا الكرام في معاني آيات سورة فصلت، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في حديثه عن الملأ الذين كذبوا الرسل أو الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لهم المثل بمن كذب من الأمم السابقة التي جاءتهم رسلهم من بين أيديهم ومن خلفهم ورسالتهم واضحة وواحدة، أن لا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، فكذبوا وصدوا عن سبيل الله، فبين الله عز وجل عاقبة الذين صدوا وكذبوا. قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقد أعطاهم الله عز وجل قوة في البدن وبسطة فيه في الأجسام، ومع ذلك اغتروا بما أعطاهم الله عز وجل من النعم وكفروا بالله عز وجل ولم يستجيبوا لرسلهم، وغرهم ما هم فيه من النعمة وما أغدق الله عز وجل عليهم من الخير، اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، خوفهم الله عز وجل: أولم يروا أن الله قد أهلك، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقلنا اجتمع عليهم الاستكبار والإنكار، استكبروا بما عندهم من مناحي القوة ومن دلائل النعمة التي بين أيديهم، اغتروا بذلك واستكبروا به وأنكروا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، أنكروا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فجحدوا هذه الرسالات وكذبوا وجحدوا فجمعوا بين الفسق والكفر، جمعوا بين الفسق والكفر، وهذا الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المثال الواضح أنذر الله أو أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم القوم المماثلين في التكذيب من كفار قريش. ومضى معنا في أكثر من مرة أن الملأ قد تضافرت جهودهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم واحتاروا في أمره. وروي أن أبا جهل قال ذات يوم في ملأ من قريش: لقد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فيأتينا بخبره، فيأتينا بخبره. فقال لهم عتبة بن ربيعة: والله ما يخفى علي شيء من ذلك أو من هذه، يعني كان عالما بهذه الأمور الثلاثة أو خبيرا بها. قال: فأرسلوني إليه فإني آتيكم، فأنا آتيكم بحقيقة أمره. فأرسلوه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ يعني يذكره بديني أو بما كان عليه أجداده وآباؤه. ثم قال: فبما تشتم آلهتنا وتضللنا؟ فإن كنت بما جئت به تريد، هذه الإغراءات، إن كنت تريد رئاسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد النساء زوجناك 10 نسوة من أجمل بنات قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت ويستمع، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عتبة قال له عليه السلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كناه ولم يخاطبه باسمه مجردا، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع، اسمع الجواب على ما ذكرت وما يعني ذكرته من شروط. ثم استفتح النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة سورة فصلت من أولها: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، إلى أن بلغ هذا الموضع: فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد
وثمود. وحينئذ أمسك عتبة بن ربيعة بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم أن تكف عما تقول. ولأنه خاف على نفسه، خاف عتبة خاف على نفسه وعلى قومه الهلاك، ولم يرجع إلى قومه، أنهم أرسلوه لكن لم يرجع إليهم، ومع أنهم كانوا ينتظرون خبره. فلما احتبس عنهم، غاب عنهم فترة من الزمن، قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبا، يعني إلا قد وافق ودخل في دين محمد. فجاءوا إلى منزله وقالوا: يا عتبة، ما حبسك عنا؟ فقال: والله لقد كلمته فسمعت منه كلاما ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة، وناشدته الرحم أن يكف. وتعلمون أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. وهذا أيضا لعله من فقهه ومن عقله أيضا، لكنه لم يهتدي إلى الإيمان. طيب، لعلنا أحبتنا الكرام نسعد باستقبال مشاركاتكم وتلاواتكم. فإلى أولى المشاركات، أهلا ومرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، الله يكرمك، تفضلي. نعم، معنا أكد حاجة زينة. حياك الله، حاجة زينة، تفضل، الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحادون في الله بعد ما استجاب له، ثاني، من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجاب له، لا بالضمة، بالضمة، من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب لهم، له له حجتهم، الضمير المفرد، ضمير المفرد، له حجتهم، حجتهم ويحصون عند ربهم. طيب وضح الكلمة. داحضة، داحضة، داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. أي الله الذي ينزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجلون به، يستعجل بها، يستعجل بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون به، والذين آمنوا يشرقون منها ويعلمون أنه ويعلمون أنها الحق، يعلمون أنها الحق. ألا ألا إن، ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون، يمارون، يمارون في الساعة لهم عذاب وفي ضلال بعيد. الله يلطف عباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو الغوي العزيز. نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا حجة زينب، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب، لعلنا ننتقل لمشاركة أخرى أيضا نستكمل بها آيات الصفحة، نقرأ من الآية 20. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معكم الصوت قليلا، معنا من؟ يوسف. يوسف، تفضل يا يوسف، تفضل، الله يكرمك. الآية 20. نعم، من كان يريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نزد منها ومن في الآخرة من مصيبه.
أملكم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأولى كلمة الفصل يا بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم الظالمين مستكبرين ما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات هم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم يوسف، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خير. أيضا معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أم محمد. أم محمد الله يكرمك، تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم باطلة حجتهم باحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يوفقون منها ويعلمون الحق لا إن الذي يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا محمد، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خير. أيضا معنا مشاركة أخرى. ألو. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له نؤتيه منها وما له في آخرة نصيب. أم هم شركاء شرعوا لهم من الذين شرعوا لهم من الدين أمهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تاني عيديها. ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين من مشفقين مما كسبوا وهو
وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نعم معكم أم تهاني وربيعة. الله يكرمك يا أم تهاني، تفضلي. الله يبارك. لعن الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة ضاحكة عند ربهم وعليه غضب وله عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده ويجزي من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حق الآخرة نزله في حقه ومن كان يريد قصد الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من مصيب. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم تهاني، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب معنا أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. نزد له من في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم أحمد، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب أيضا نحن نستمع إلى مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجابوا له أتاني وضح الحركات من بعد ما استجيب له حجتهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
لعل الساعة غريبة يستعجلونك بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقين منها ويعلمون أنه الحق إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء والله قوي عزيز بارك الله فيك. شكر الله لك يا حسن، كرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خير. طيب معنا أيضا مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم نمارق. حياك الله ونمارق، تفضلي استكمل الآيات. من كان يريد حرث الآخرة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم بدون تنوين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم نمارق، كرمك الله على هذه المشاركة وهذه القراءة، جزاك الله خيرا. طيب إذن أبو الوليد عتبة بن ربيعة أخبر القوم بما سمع وبما كان معه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هؤلاء قوم عاد نبيهم هود عليه السلام، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريحا صرصرا، يعني هذه الكلمة لها وقعها، والصرصر أو الصر هي البرودة الشديدة، أي باردة تهلك، وهو مأخوذ من الصر وهو البرد الشديد، أي تهلك من شدة البرد أو كذلك من شدة الصوت، صوت الريح. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صوت شديد، وهذا صوته هبوبها. فإذا إما أن يكون مأخوذ من الصر وهو البرد الشديد، وإما أن يكون مأخوذ من الصرير الصوت المزعج، ريح الدبور. في أيام نحسات عندهم طبعا، أو في مقامهم أو بالنسبة لهم، فهي أيام مشؤومات لهم، يعني غير مباركات، ليس فيها خير لهم يستحقونه. نحسات جمع نحسة، نحسة نحسا، وهي يعني نقيض السعادة. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في قراءة نحسات أيضا، هذه قراءة أيضا متواترة، وهي قراءة الأهل يعني نافع بن كثير وأبو عمرو.
في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يعني الحقيقة العذاب الذي يقبلون عليه في الآخرة أو في مستقرهم كما توعدهم الله عز وجل هو يعني بالمقارنة هذا بالنسبة له قليل، يعني ما أصابهم من عذاب الدنيا هو قليل بما ينتظرهم أو مما ينتظرهم في عذاب الآخرة. وهذا الوصف للمبالغة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لا ينصرون بدفع العذاب، لا دفعه في الدنيا ولا دفعه في الآخرة. هؤلاء قوم عاد. وأما قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ثمود نبيهم صالح عليه السلام أيضا هداهم الله عز وجل بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فدلهم الله عز وجل على الحق المبين بنصب الآيات الكونية وإرسال الرسل، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، اختاروا الضلالة على الهدى، لذلك عاقبهم الله عز وجل بأن أخذتهم صاعقة العذاب الهون. الهون يعني الهوان، صاعقة العذاب الهون أي الهوان. وأيضا هذا وصف من باب المبالغة في عذابهم، وهذا العذاب جراء ما كسبت أيديهم، لذلك قال بما كانوا يكسبون أي باختيارهم الضلالة، ما دام أنهم اختاروا الضلالة وطريق الصد عن سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أنذرهم الله عز وجل، فهم يعني يستحقون ما أصابهم. وأهل الإيمان في كلا القومين، في قوم عاد أو قوم ثمود، ينجيهم الله عز وجل لأن وعد الله عز وجل أنه ينجي عباده المتقين، لذلك قالوا نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم صالح عليه السلام ومن آمن به مع قومه، وأيضا هود عليه السلام ومن آمن به من قومه، فنجاهم الله عز وجل من تلك أو من ذلك العذاب. وهم موعودون بعذاب أكبر وذلك يوم القيامة، لذلك وجدوا ما وعدهم الله عز وجل من عذاب الدنيا وهم ينتظرون عذاب الآخرة، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. إذن هذا عذاب الآخرة، وهذا من باب وصفهم بأنهم أعداء الله، هذا من باب الذم لهم والإيذان بعلة ما يستحقون من العذاب أو من ألوان العذاب. والمراد من النار هنا موقف الحساب، والتعبير هنا بالنار للإيذان بأنها عاقبة حشرهم، يعني مآلهم ومصيرهم إلى النار وهم على شرف دخولها. فهم يوزعون، يوزعون يعني يحبسون أولهم على آخرهم ليجتمعوا ويتجمعوا، يتلاحقوا ويجتمعوا أولهم وآخرهم، ثم بعد ذلك يساقون إلى جهنم والعياذ بالله، كما أخبر الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء. وموقفهم موقف عجيب، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وذلك أنهم استنطقوا، فشهادة يعني أشهد الله عز وجل أعضاءهم التي بين أجسادهم، التي في أجسادهم التي كانوا يعصون الله عز وجل بها في الدنيا، هذه الأعضاء اليد التي تبطش والرجل التي تمشي، كل ذلك يتحدث. ابن عباس رضي الله عنهما قال المراد بشهادة الجلود شهادة الفروج، قال هو شهادة الفروج، ولذلك قال بعدها، قال لما بعدها وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليها، فإنما تشهد
به من الزنا أعظم جناية وقبحا، وهذا أجلب للخزي مما يشهد به السمع والبصر. لعلنا نرجع إلى هذه الآيات أحبتنا بعد استكمال مشاركاتكم وقراءاتكم. معنا مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله التماضر، تفضلي بارك الله فيك. الله يسجيل الجيل العاشر، ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين إن شاء الله. الله يكرمك. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها يعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخو التماضر، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. أيضا نستقبل مشاركة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، الله يكرمك. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، جزاك الله خير على هذه المشاركة، أكرمك الله. أيضا نستمع إلى مشاركة أخرى. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، الله يكرمك. نعم تفضلي معنا. محمد تفضلي. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة
حجتهم داحضة من بعد ما استجيب له حجتهم باحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نعم أحسنت بارك الله فيك، شكر الله لك يا محمد، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. وأيضا نستقبل مشاركة أخرى حبتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. نعم تفضلي معنا. أعزك العافية. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له. طيب نعتذر لأختنا الكريمة، لعل الله عز وجل إن شاء الله يكتب لها الأجر كاملا بإذن الله تعالى حولي وقوتي. ننتقل لعلنا إلى مشاركة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يكرمك ويفاق علي وفيكم مدينة الوالد. آمين إن شاء الله، الله يكرمك. تفضل يا أخي وفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الكفر لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخوتي وفاق، أكرمك الله على هذه المشاركة جزاك الله خيرا. نعم معنا مشاركة أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نعم تفضلي بارك الله فيك. وحياك جزاك الله خيرا. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان
وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي الكريمة، كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب لعلنا نستقبل مشاركة أخيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أحمد من جبل أولياء. الله يكرمك، حياك الله أم أحمد، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بارك الله فيك، شكر الله لك يا أحمد، كرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا، كرمك الله. لعلنا أحبتنا الكرام ننتقل إلى آيات الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فنقرأ آيات صفحة 486. نقرأ هذه الآيات بحول الله وقوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام آيات الحلقة القادمة بحول الله وقوته. بعض أحكام التلاوة التي ننبه عليها أحبتنا الكرام: والذين يحاد، هنا المد اللازم الكلمي المثقل لا بد من تثقيل الجيم أو بيان تشديده، الحركات الضم خاصة، من بعد ما استجيب، من بعد ما استجيب له، له وليس لهم، انتبه أيضا للضمير، له حجتهم داحضة، داء الدال والألف مرققات والحاء كذلك، ثم الضاد مفخمة داحضة عند ربهم. أيضا ويعلمون أنها الحق، لا بد من بيان القاف خاصة في الوقف، القلقلة الكبرى. أيضا من حيث الوقف والابتداء ننتبه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، إما أن نقف وإما أن نصلها إلى تمام المعنى، لكن ما نقول يعني يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا، ما نقف هنا يعني. فهذا وقف قبيح لأنه عطف على على غير أهل الإيمان، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا، فكأن اشتركوا في الحكم، والحكم غير، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. أيضا يمارون، تمكين الضمة فيها، يرزق، الراء هنا مفخمة، أيضا في حرث، حرث الدنيا، حرث الآخرة، حرثه أيضا، نؤته، نؤته في رواية حفص ومعه بكسرة الهاء مع صلتها، نؤته منها، وفيها قراءات أخرى. أيضا من حيث الوقف والابتداء: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، نقف هنا أو نصل لتمام المعنى، لكن يعني ما نقف فنقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا، يعني ما نقف على والذين آمنوا، لأن والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين. شكرنا موصول الذين ساهموا في هذه الحلقة فأسمعونا قراءاتهم وتلاواتهم، والذين حاولوا المشاركة، والذين تابعوا الحلقة ويتابعون إعادتها، إخوانكم الذين هيئوا هذا اللقاء فوصلونا وربطونا بكم، والرعاة للبرنامج، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات، وأن يرفع به الدرجات، وأن يحط به الخطيئات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحب للقرآن رائدنا وما نلنا الأمان البيض لولاه، أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه.